بسم الله الرحمن الرحيم. كورس جديد وموضوع مهم هنتعلم فيه ازاي نحسب احمال الرياح على المباني والمنشآت المختلفة. Wind load on building and structures. طبعا ده موضوع مهم جدا وموضوع شيق، هنتعلم فيه حاجات كتير جدا. تقدروا تتابعوا المحاضرات دي كلها، هتلاقوها موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هتلاقوها على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك، وهتقدروا تتابعونا على لينكد ان. ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتواصل معايا دايركت على الواتساب. معاكم المهندس محمد اسماعيل، ان شاء الله نتعلم حاجات كتيره في الكورس ده. من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا هنتعلمها في الكورس ده ازاي نحسب الويند بريشر على المباني. ازاي ان احنا دلوقتي لو عندنا مبنى، في المبنى ده في محافظه او مدينه معينه، ازاي ان احنا نستخدم الويند سبيد اللي موجوده في بتاثر على المحافظه دي او المدينه دي، ازاي نحسب منها الويند بريشر، وازاي نقدر ان احنا نوزعها على المبنى وعلى حسب اتجاه الويند وعلى حسب الدايركشن بتاع المبنى. طبعا احنا مش ما عندناش مباني بس، لا احنا بنتكلم على مباني ومنشآت مختلفة، هنشوف تأثير الرياح عليها ازاي وازاي نحسبها عشان احنا نحميها من الاضرار اللي بتحصل نتيجة احمال الرياح. طبعا احنا كمهندسين استراكشرال بنتعرض لمباني ومنشآت مختلفة، هاي رايز بيلدينج، مباني عادية، فلات روف، سلوب دروف، ممكن نتعرض برضو لتاورز، ممكن تاورز ديت مش شرط برج ايفل، ولكن في كوميونيكيشن تاورز وفي لوح اعلانات وفي حاجات كتيره هي ممكن تبقى خفيفه وارتفاعاتها كبيره وتتعرض لويند. في برضو الحاجات اللي بقت كومن دلوقتي كتير اللي هي البريدجات في مصر، خاصه كباري الستيل للطرق والكباري السكه الحديد. طبعا في جزء برضو كبير، سكشن كبير للجزء بتاع الاندستريال بيلدينج او الاندستريال ستراكشرز، دي هتلاقيها في المنشآت بتاعت البترول وما بين المنشآت الصناعيه اللي مش كتير بيتعرض لها ولكن هي مهمه. ان شاء الله هنتعلم في الكورس ده حاجات كتيره جدا، هندرس فيها حاجات كتيره مهمه عن الويند وازاي نصمم احمال الرياح.